مرحبا حبايبي، اليوم طبعا في عندنا مفاجأة حلوة، راح نتحرك إلى مكان حلو جميل. لما نوصل للمكان هذا راح أقول لكم وين هو وإيش بدنا نعمل فيه، لكن انتظروا وشوفوا المفاجأة الحلوة الجميلة، وإن شاء الله نكون حلوين سوا ويومنا جميل وممتع سوا. صباح الخير حبيبي، يسعدكم حبيب قلبي علوش. راح تصل الباص، راجع الشباب إلى الباص. ايش رايك يعني؟ حلوة؟ يعني. صباحكم جميل. حبيبي علوش صباح الخير. اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب، لغالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. شوف علاء ايش بيسوي. علوش الو سلامات. طبعا هذه لزوم الحق بشتكنات. اوه علوش والحياة والرونق والحب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا عم. الله طبعا احنا وصلنا خزاعة وجهزنا نفسنا وراح نشوف اليوم احنا جايين نتعايش مع المزارعين في المنطقة، وبنفس الوقت بدنا نوصل رسالة انه احنا معاهم. تمام. هنمشي في الطرق اللي بنشوف فيها المزارعين، مش هنكتر عليكم مشي عشان ليش حيكون متعب بالنسبة لكم. بنفس الوقت هنحصل هنغمر هنربط هنتصور مع القمح. طبعا هيكون يومنا جميل، راح نمشي ونتعرف على منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس. هيكون يوم حلو ممتع بالشباب الطيبة اللي عم بتجهز نفسها وراح تتحرك في مسير كرحلة سفاري. طبعا أي ورانا هنا القمح، هذا القمح هيكون إشي جميل وحلو. الله الصيف حولك علم سبقونا هالحصادي. علوش فين اراد القمح؟ نو ثانكس. الصبر جماله شيء جميل وحلو وروعه. طبعا هي العجل بطيخ صغير. أنا وصلنا القمح. إيش أكياس التبن؟ يلا خي أحملها. يا سلام بدي أخذ وأشرد. شافني المزارع شافني. علوش وين أنت؟ أين تحت؟ وين تحت؟ أين تحت؟ أشوف أين ايش بتسوي تحت؟ بدور على القمح. بني كل المسير حلو كان وكلهم فترة استراحة 5 minutes بس. أكيد أنا لو إني أطول شوي لكن جبت لكم رؤوسهم كلهم، بس أنا جايب الخمسة القدام. شو أسوي؟ طبعاً هيني لقيت أشتال القمح والربط وين إيش؟ أخذنا قمح للبيت يا رب. حرام القمح صرت. عشان تعرف كيف بنتعب وبنشقى واحنا بنسرق قمح. على اصبر شوية انا بس اسرق القمح. يا رب. اي مسكني المزارع. اشرد يا علاء. انا بدي اخذ قمحاتي وارجع على فلسطين. الله معاك يا بلاد. هنا هنا علاء قربها. راجع بلادي، راجع بلادي، على بلاد الغربة، راجع بلادي. أنا وقمحاتي، أنا وقمحاتي، أجل مزارع أشرد يا علوش.
راجع بلادي راجع بلادي انا وجمعاتي راجع بلادي. وردي عشان تعرف يا عم كيف بتجيب العيش الملح انا والقمح. يا رب الله اديلي. واين من بين الاراضي والجمال والحلو والطبيعه شفنا شجر عباد الشمس، وعباد الشمس قديش حلو جميل، لكن هي وارده وردتين وانا الثالثه. حلوين وايامكم حلوه. والناحي اللي بياخذ رحيقه قديش جميل انه الشباب الفلسطيني يتعلم الحصاد ويساعد المزارعين، فهذا شيء مبادره جميله. فزعة حصاد اكيد الشباب كلهم مارسوا، فكل احترام لهم. الصبايا الفلسطينيات فزعة حصاد كل احترام والتقدير لجهودهم. ايش بتعمل يا علوش؟ انا في فزعة حصاد مبادره جميله مع الشباب الفلسطينيين. يلا يلا ساعد المزارعين في قطاع غزه لحصاد القمح، فكل الحب لهم لجهودهم فعلا بيتعبوا والله يكون في عونهم. ايش حلو وجميل. هاي المزارعين الفلسطينيين وهي الحصاد اعانهم الله على جهودهم. الجهد معنا بفزعة حصاد كله. اليوم مشرفنا طبعا احنا مبسوطين فيكم وهي فعالية ان شاء الله تكون هيك بتعزز صمود الفلاحين. كل الحب كل احترام طبعا. كنا بنقول لكل الشباب الفلسطيني ساعد المزارع الفلسطيني لانه أكيد. يستحق اكيد كل احترام. طبعا يوم جميل وممتع. احنا في الاراضي، هاي الارض كلها نظفوها شباب وعملوا ما عليهم من جهود وجمال، ظبطوا الارض ولموا كل الحصاد وحطوه كوم واحد وجبل واحد. اوبا كانت جهود جباره من الشاب الفلسطيني. طلع هيك طلع هيك طلع هيك تعال شوي انصور. لا هي 1 2 3 فزعة حصاد. وهي محمد ابو رجاله حبيبنا ومحمد حجازي. يلا يا احمد هذول حبايبي. ايش هيك فلسطيني مش فلسطيني هذا وقت الراحه يعني. حلو جميل حلو ممتع رفقة شباب غزة، أجواء جميلة رهيبة. الله يعيد الخير. كل احترام وتقدير. أحلى علوش. عاشق باقي النار مثل اللي بريشاته خبي إسرار إسرار وقال لي عرماني وغطيته حكاني وبعيون الدبلاني شفت القمر ده طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض حنونة حنون حنون الكل بيقول حنون. هذا تجي معنا برا لا بتحكي حكوية. هذا الديك عملتش ولا شيء بالاخر اكلت لك ليه؟ مع البياده ايوه بحش 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 لا قمحة عفنة طحين طحين برغي كوبز بحبز ضمة بصل والبصل وزرد عسل والعسل العسل بغنمه والغنمه بجاموزه بتاج العروسه الله ذاكر منيح طبعا الحكواتيه الفخمه أسيل حنون كل احترام والحب. طبعا كل رحلتنا لهذه الأجواء أجواء الحلوة المرح الهدف تبعنا أنه نتعرف كل روحنا حلوة ومرحة، كل روح الشباب موجودة فينا فعلا. Yeah.
ممكن نتعرف على الفنانة؟ نيفين طبعا روعة روح الشباب فيها. طبعا الفنانة أحمد الدعور الشباب الروح موجودة الحمد لله. حياة جميلة في قطاع غزة رغم الألم رغم الحصار رغم الوضع الاجتماعي رغم البطالة الموجودة في غزة إلى أنه الكل موجود والروح الحلوة موجودة. روح الشباب ما زالت فينا، روح المرح ما زالت فينا. سنستمر 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 برزم البسمة على وجوهنا. صفير الحسامة حلوش وهيك احنا من خان يونس شرق خان يونس منطقة خساعة. انبسطنا كتير، تعرفنا على القمح، تعرفنا على الزراعة على المزارعين، شفنا الأجواء الحلوة ونهيناها بالغداء الجميل اللي هي فتة العجر. فتة العجر كانت كتير حلوة وانبسطنا كتير وشفنا الحياة الحلوة والمتعة والطبيعة. فكل الحب لكم، خليكم معنا دايما. اوكي باي. وهيك الحياة الحلوة الجميلة بين الطبيعة بين أشجار الزيتون كانت حلوة وممتعة في رحلتنا الحلوة. أنا كتير انبسطت، كتير اتمتعت، تغيير جوي، راحة نفسية، متعة. فكل الحب لكم.